دونك باش نبداو بالخبر الاول بخصوص اقاله منتصر الوحيشي البارح بعد هزيمه النادي الافريقي امام النجم الرياضي الساحلي. ورغم انه الجماهير كانت غاضبه على الوحيشي لانه البارح تقاسموا بين مؤيدين ومعارضين الطريقه اللي يعتبروا فيها اهانه للمدرب كيفاش خرج خاطره منع الافريقي في أسوأ حالاتها. ولكن بعد البارح خرج باحتجاجات كبيره، خرج بالضرب بالدبابز وكل، وبمجرد دخوله للفيستير تم الاعلان على الاقاله نتاعو بجمله واحده، معناتها ما كانش فما كوميونيكي هكا بالكدا وما كانش فما حتى تكريم ليه وحتى حتى حاجه. دونك برشا واحده من مجموعات من الجماهير قالوا انه يستحق اكثر من هذا وانه مش الوحيد اللي يتحمل مسؤوليه الهزيمه هذه، ولكن اللاعبين عندهم زادة دور كبير. شفنا زادة لقطه اخرى حقيقه نتمنوا ما نعاودوش نشوفوها جمله، مشكورين زملائنا في نسمه سبور خذوا الفيديو هذا. لاعب النادي الافريقي حمزة العقربي أثناء مغادرته للملعب ضرب التلفزة متاع الفار، دونك كيف فما التلفزة اللي يشعر يشوفوا فيها الفار ضربها طاحت في القاع. الناس اللي تسمع فينا تنجم تدخلوا على الـ FM TV على اليوتيوب والفيسبوك تلقاوها. دونك نتفهموا الغضب نتاعو، لكن هكا باش تكسر وتكون خسائر كبيرة الجامعة التونسية لكرة القدم الحقيقة وقتها ما نلوموش على العنف في الجماهير وكل وقت اللي يجي من الملاعبية ومسؤولين، وخاصة أنه اللاعب البارح كان خارج القائمة دونك ما كانش فوالا ما كانش يلعب. من المفروض حتى انه وجوده في الملعب اللوطة من المفروض يكون غلط، معناتها ينجم يقعد في المدارج ويهبط حتى لزونيكت والفيسير يساند زملائه غاديك. والله نبداو بخبر منتصر الوحيشي. وجوج قطع النظر على الكلوب والاسبيرونس ونعرفوا حساسيات والجمعيات وكل شيء. شو لونترينور راهو يجي على بروجي لونترينور، علاش هما في الدول الاخرى وفي حتى في الافريك راهو كيف تشوفوا الاهلي تشوفوا الزمالك وكل شيء لونترينور يجي على ان بروجي سبورتيف، معناتها مش خسر زوز ماتشات وعمل نول يخرجوه. في تونس ما عندناش العقليه هذه، ما نصبروش على لي زونترينور. انا عجبني التفاعل مع جمهور الكلوب لانه مش جمهور الكلوب الكل راهو كان موافقا ومنتصر الوحيشي تم اقالته البارح، معناتها كانت فما جمهور يقول لي يا كهو يزي وفما جمهور يقول لي خلي نكملوا. الكلوب هو معناتها صحيح جمعيه كبيره، صحيح ماذا بها تلعب على التيترويت وكل شيء، اما الحقيقه راه فما صبر في الكوره، راه مش معناتها متبقي البيت النار، راه جبت اونترينور تك تك باش تهز التيترويت وكل شيء، لازم يخدم على روحه. من احسن لي زونترينور في تونس معناتها الحقيقه منتصر الوحيشي. يحتاجوا على الطريقه، معناتها قال لك حتى كان باش توقيلو حتى كان باش يخرج ما يخرجش بالدبابز، ما يخرجش هكاك بالاهانه هذيك، ما هو الا هو بيدو كان نهار في الجمهور نتاع النادي افريقي وكان معناتها واقف معاهم. اليوم انت تجي ضد وتعمل هكاك، وزاد حتى من الهيئه كانت تنجم تستنى شويه يتعدى الماتش من غدوه من اللي هو يصير له تكريم. والله انا نتصور بشرى اللي كانت معناتها فما مفاهمه بين الهيئه والونترينور، كانت تخسر الماتش هذايا راهو نتصور راهو كان هو في باله ديجا نورمالمون حتى الماتش من قبل هو من قبل راهو قالوا لانه اي خساره باش تجي معناتها منتظره الاقاله هذايا، لكن الطريقه سورتو كيما قال معناتها ينجم ما يتحملهاش 100% المدرب باعتبار برشا زاد احتاجوا على المردود نتاع اللاعبين المتواجدين. توا اللي طيح الفار معناتها اللي طيح الجوار اللي ما لعبش ولا اللي مش مثلوثي هكا حمزه العقربي. حمزه العقربي الحقيقه راهو هذيا هو مونك دو ريسبي للرياضه اللي تمارس فيها هذي. اول حاجه معناتها قبل ما نوصلوا انه مونك دو ريسبي للجمعيه اللي تلعب فيها، مونك دو ريسبي للرياضه اللي تمارس فيها، ومونك دو ريسبي اصلا معناتها اللي كنتي جمله كجوار، لانه لازم تكون متخلق لازم تفهم اللي راي الفار هذيك التقنيه مجعوله باش تعاون سهل لك خدمتك سهل لك حتى خدمتك انت كجوار زيدة معناتها الماتش وفي ولقطة زيدة راهو عندنا احسن تو على الوحيشي احسن لي زونترونور عندنا في توانسة، والدليل انهم ينجحوا لبرا يبدا فما مشروع كما قال يوسف هنا ما عندناش مشروع دونك تحمل المسؤولية. انا ما عندناش جوارات، ما عندناش ملاعبين، ما عندناش جواري يجري 12 كيلومتر في ماتش كامل، ما عندناش الارقام هذوما دونك ما عندناش ملاعبين، علاش يتحملها المدرب؟ ما نسبش 12 كيلومتر، نحن ما عندناش جوارات تعمل كنترول اون فيتيس، معناتها يبدا يجري ويكونترولي. عندنا حاجات راهو متاخره ياسر الكوره بتاعنا وجوج بالاخر.